كتب يوسف زيدان في مصر اليوم بتاريخ 28 من يونيو 2016 مقالا بعنوان مفهوم الحياة الصوفية بصوت شادي إيهاب. سوف نخالف اليوم ما اعتدنا عليه في الفترة السابقة من تناوب بين المقالات والقصص القصيرات، بحيث يكون لقاؤنا الأسبوعي على هذه الصفحة مرة لهذه والتالية لتلك. والسبب في ذلك أن مقالة الأربعاء الماضي عن إعادة بناء مفهوم التصوف تحتاج مزيدا من التبيان والإبانة عما يمكن أن يفعله التصوف عمليا في حياة كل إنسان من دون استثناء. وللتذكرة، فقد انتهينا من المقالة السابقة إلى أن التصوف يختلف جوهره عن الصورة الفلكلورية الشعبية المشهورة في أذهان العوام وأوهامهم، ولا علاقة فعلية بين جوهر التصوف والمظاهر الاحتفالية المسمى الموالد، ولا صلة بين هذا الجوهر الصوفي بمعناه العميق وما يعتقده العوام من وقوع الكرامات وخرق العادات وحكايات الإتيان بفاكهة الصيف في الشتاء، ولا ارتباطا ضروريا بين التصوف كنزعة أصيلة في النفوس المتحضرة والمظاهر الشكلية للتنظيمات والطرق الصوفية التي ظهرت في تراثنا بعد عدة قرون حافلة بالخبرات الروحية والتجارب الذوقية لكبار الأولياء. وقد كتبت في ذلك بحثا مطولا بعنوان كرامات الصوفية نصا أدبيا مضادا للتصوف في كتابي المتواليات في التصوف. وحسب ما أسلفنا في المقالة السابقة، فإن جوهر التصوف وحقيقته ودلالاته العامة تتجاوز حدود الدين وترتبط بالنزعة الإنسانية العامة التي ظهرت مع انتقال البشرية من أحقاب الهمجية والبدائية الأولى التي امتدت قرابة مليون سنة إلى أطوار الإنسانية التي نتجت عن عمليات التحضر في 10,000 سنة الأخيرة. كان التصوف خلالها يسمى بأسماء متعددة: نسك، رهبنة، حنيفية، كهانة، قبالة، محاولة التماس مع النيرفانا، غنوصية، زهد. ويرتبط بمفاهيم علوية لا مادية تجعله وثيق الصلة بالإبداع والفن واستكناه أسرار الكون واستكشاف الآفاق الروحية الرحيبة. وقبل الدخول في مفهوم الحياة الصوفية التي هي الجانب التطبيقي لمفهوم التصوف في حياة كل إنسان يعيش في المجتمع المعاصر بصرف النظر عن الاختلافات بين الأفراد، نذكر بالفقرة الأخيرة في المقالة السابقة ونشير إلى الرسالة التي وصلتني تعقيبا على المقالة. كان نص الفقرة الأخيرة: وفي زماننا المعاصر، وبسبب ازدياد الجهل وغلبة التخلف على مناحي حياتنا، ونظرا لافتقادنا المنهجية والنزعة النقدية مع إهمالنا الفادح لعملية إعادة النظر في المفاهيم الأساسية، فقد ارتبط مفهوم التصوف في الأذهان بأوهام كثيرة لا صلة تجمعها به، بل هي أحيانا مناقضة له، مثلما هو الحال في ربط التصوف بالكرامات وفي اعتقاد العوام بأن الطريق الصوفي لا يصح بغير وجود الشيخ، وفي توهم بعضهم أن صحبة الشيخ تمتد طيلة العمر، وفي ظن كثيرين أن الأوراد والأذكار هي الغاية من التصوف لا الوسيلة لتهذيب النفس، وفي قيام مجلس أعلى للطرق الصوفية يتولى الإداريات وإصدار الكرنيهات للمريدين. وتعقيبا على ما سبق، وصلتني رسالة من قارئة اسمها صوفيا، لا أعرفها شخصيا، لكنني أعتقد أنها لمست بتلقائية المعنى العميق للحياة الصوفية. تقول القارئة في رسالتها المكتوبة كمزيج بين العامية والفصحى: رمضان السنة دي قررت إني أتعبد بشكل مختلف، وعندي يقين إن ربنا من كرمه هيتقبل.
إني فعلا أعترف قدام نفسي بحقيقتها وجوهرها وعيوبها، وإني أواجه كل مخاوفها على طول الخط دون هروب. وقررت إني أفكر وأتحرر من كلام من يستشيخ، وسلم روحي لله وأستعين به في مواجهتي. هو مش المفروض نشوف أثر الصيام والصلاة والقرآن ولا إيه يا دكتور؟ تمثل هذه الرسالة أنموذجا مثاليا للحياة الصوفية الجامعة بين البساطة والعمق. وبصرف النظر عن أن صاحبة الرسالة اسمها صوفيا، وهي الكلمة اليونانية القديمة التي تعني الحكمة، وقيل إن لفظ الصوفية مشتق منها، وبصرف النظر عن عامية العبارات ورقتها الخالية من الزخرفة البلاغية والتفاصح، وهو ما يذكرني بالمعنى الصوفي الذي ورد في أبيات شعرية بديعة لهلال بن العلاء يقول فيها: سبيلي لسان كان يعرب لفظه، فيا ليته في ليلة العرض يسلم، وما ينفع الإعراب إن لم يكن يتقي، وما ضر ذا التقوى لسان معجم. بصرف النظر عن ذلك، نرى في رسالة القارئة تجربة روحية حقيقية تقوم على توسعة مفهوم العبادة وإخراجه من حيز النمط الشكلي المعتاد إلى حرارة الشعور باليقين العميق بأن الله واسع عليم، لا يحكمه إطار ولا يحوطه حد، وسوف يقبل من العبادة بكرمه ما كان فيه الإخلاص صدق الحال. وهذا هو معنى العبادة عند الصوفية، حيث لا ترتبط بالعدد أو بالشكل الظاهري، وإنما بتخلية القلب من الشواغل الدنيوية وتحلية الروح بالفضائل العلوية. ومن هنا قال الصوفية الكبار: إنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال. وقالوا: المدار على القلب. وقالوا: أخذتم علمكم عن ميت، ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. والحياة الصوفية حسب ما ترسمها سيرة الأولياء الكبار من صوفية الإسلام، والقديسين من خواص الرهبان والنساك، والحكماء الغنوصيين، والغنوصية هي المعرفة المباشرة دون وسائط، على اختلاف عقائدهم وفلسفاتهم، تبدأ مما أشارت إليه القارئة بقولها إنها ستجعل من مواجهة نفسها بعيوبها سبيلا للارتقاء الروحي، وهو المعنى الذي طالما أشار إليه أهل الطريق الصوفي شعرا ونثرا. فقال شاعر الصوفية الأشهر ابن الفارض بشكل رمزي: قتلت غلام النفس بين إقامة الجدار لأحكامي وخرق سفينتي. وقال البصيري بشكل أبسط: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وجهاد النفس ومقاومة تعلقها بالماديات هو سر الطريق الصوفي الذي يختلف مساره من شخص إلى آخر. ولهذا قال نجم الدين كبرى، وهو الصوفي العارم البديع، في عبارة حاسمة من عباراته المشهورة: الطرق إلى الله على عدد أنفاس البشر، يعني أنه لا يوجد طريق مرصوف محدد المسار يمكن للإنسان أن يسلكه بشكل ميكانيكي، وإنما هي سبل ومسالك ودروب وعرة تختلف باختلاف نفوس الناس والحيل الخداعية التي لا تنتهي. فالنفس تأنف الطاعة العميقة وتستعلي بالطاعات الظاهرة، فتستقوي على صاحبها وتقوده نحو مطالبها الحسية وميلها الفطري إلى الاستعلاء الوهمي، والميل إلى المديح والالتفاف حول الحق بالباطل. ومن هنا قال أهل الطريق الصوفي إن أول مرحلة في هذا الطريق الروحي هي كسر حدة النفس. وعلى هذا النحو اهتدت القارئة الصوفية الصوفية المتصوفة من دون أن تدري إلى أول قواعد الحياة الصوفية، من دون احتياج لشيخ طريقة يأخذ عليها العهد ويكلفها بقراءة أورادا وأذكارا معينة
وتكرارها في اليوم مئات أو آلاف المرات. هي فقط استمعت للصوت الصادق الآتي من داخلها، وهو المشار إليه في حديث استفت قلبك، فلم تقع في أحابيل هؤلاء المتاجرين بالمشاعر الدينية، أو بحسب تعبيرها تحررت ممن يستشيخون، أو بعبارة أوضح تخلصت من خزعبلات مدعي المشيخة والولاية، وفكرت، أو بعبارة أوضح تأملت الآيات في نفسها وفي الكون، وهو ما يعرف في المصطلح الصوفي بالمراقبة والمشاهدة وإجلاء المرآة الذاتية لقبول التجليات الإلهية. وهنا تنعدم الحاجة إلى سخائف الفتاوى وحذلقات الأقاويل الشرعية التي من نوع حكم استعمال الشطاف في نهار رمضان، دعاء الدخول إلى الخلاء المراحيض، إباحة تقبيل الزوجة في نهار رمضان ومص لسانها، كراهية تهنئة غير المسلمين بالعيد، ضرورة إسدال السوداد على النساء، جواز نكاح الطفلة ما دامت تحتمل النكاح، وغير ذلك من سفاسف الأحكام الظاهرية التي تهدر المعاني العميقة للعبادة وتجعلها أنماطا شكلية لا صلة لها بأحكام الروح الحيرة والقلب المتقلب بين الصحو والغفلات. وفي الحياة الصوفية طبعا أثرا للعبادات وإن قل عددها ما دام صاحبها صادقا ومخلصا، وهو الأثر المسمى في المصطلح الصوفي المتأخر زمنا نقشبند، والمتجلي على مرآة الباطن عبر المشاهدات القلبية والأحوال الروحية والتجليات التي ترتقي بالنفس الإنسانية من الطور الموصوف بالنفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة عند وقوع المخالفات، إلى النفس المطمئنة الراضية المرضية التي يدرك صاحبها أن النفس هي نفس الله أو النفخة الإلهية في الإنسان. وهذا هو معنى خلافة الإنسان في الأرض، ومعنى الارتقاء مما هو مادي إلى ما هو علوي، ومعنى التجربة الصوفية المتاحة أمام كل إنسان استطاع السيطرة على النوازع الحسية والأوهام السلطوية والمخادعات الظاهرية والرغبات الداعشية الكامنة في قاع النفوس منذ زمن الهمجية البدائية. باختصار، الصوفية هي أسلوب حضاري للعيش يمكن لكل إنسان أن يحققه ويتوغل في مساره ما دام صادقا ومخلصا. وبعد، فسوف نعود ابتداء من الأسبوع المقبل إلى سيرتنا الأولى، فنلتقي مع قصة قصيرة، وقد بدأت في كتابة مسودات مجموعة من القصص القصيرات سوف يكون عنوانها الجامع حين تنشر معا لاحقا هو الأزقة الضيقة، أما المجموعة التي قبلها فقد تنشر قريبا بعنوان حيوات أخرى لتلحق بمجموعة القصصية الأولى التي نشرت العام الماضي بعنوان حل وترحال.